ويا ميت ألف أهلا وسهلا فيكم صوت نجوم تشين راديو 97.9 باستودياتنا خبير العقارات وضاح الحصين من رويال بيج ريالتي ذا فيرتكس تيم دوت كوم. أولا واو أهلا وسهلا فيكم. بسط بالصيفية كتير حلو. ايه هلا هلا خلص ما اجت الشتويه واليوم اول يوم برد. هلا اليوم الخريف هلا ما رجع صيف جمعت الجاي بعد لسه الواحد لابس نص كم اليوم اكيد ليك اليوم موضوعنا يعني العالم كله انتقلت من القلم والورقه الى عالم التكنولوجي. ايوه واكيد الريل استيت اندستري ما نغى شكل عن غيره أكيد. فهلا هون بدنا نشوف يا هل ترى في ناس تضايقت من انتقال القلم والورق إلى التكنولوجي وفي كمان يعني أشغال تقدمت وصار في عندها تقدم منيح واستفادت من أكيد هالشي. أكيد مين فنحن هلا بدنا نشوف هلا مثلا هل تكنولوجي يلي صرب يعني نوعا ما فينا نقول دعس الكبير من 20 سنين لهلا صحيح هذا الدعس الكبير بالنسبة للتكنولوجي. يا هل ترى بالنسبة للريل سيت والعقارات وغير صحيح شو أثرت فيها التكنولوجيا؟ والله في كتير صار في تغيرات طبعا على مدى 20 سنة الماضية. قبل 20 سنة يعني كان في عنا كتير صعوبة إنه نقدر نلاقي بيوت للزباين تبعونا ونقدر زي ما بقولوا نعمل دعاية للبيوت اللي إحنا بدنا نبيعها. يعني مثلا يعني بالزمانات كانوا البورد تبع أوتاوا ريل استيت بورد يطبع بوكلت كبير ويوزعه على كل البروكرج كتاب واحد يطلع على كل أوفيس للريل استيت ونبقى إحنا قاعدين مستنين باللاين أب هالكتاب يجي بيبعتولنا إياه مرة بالأسبوع وأول ما يوصل الكتاب نبقى الايجنتس بهجموا على هالكتاب ببلشوا يفتحوا فيه على أساس ايش ياخذوا الليستينجز وفي منهم طبعا بروح بمزع الليستينج من الكتاب حتى ما حدش تاني حد تاني يفرجيها بيجي كتاب واحد لكل هو على اساس انه ينطبع إيه. بس برضو كان يعني كان في مشاكل بالطبع وكانت الورق بالزمانات ورق لميع اذا بتتذكروا 100% بتذكر كل شيء انا يعني كل شيء مري علي انا الورق اللميع هذا على فكره بعد اسبوع بروح الانك تبعه بيصير فحتى لما كنا نعمل احنا اوفرز وكنا نستعمل الفاكس ماشين ويوصل الأفر بالورق اللميع هذا ونعمل أفر وكل شيء وبعد أسبوع نطلع على الأفر نلاقيه مسح عن الورق تعرف شو عم شوف هون عم شوف صورة واضحة من خلال حديثك يعني معناتها الشخص اللي حط هالبيت للبيع يمكن يمرق عليه شيء 3 أسابيع قبل ما أنتوا تشوفوه صحيح. انه محطوط للبيع قبل 3 أسابيع لما تشوفوه اكيد بس أكيد. هلا عم بشوف الصوره انه قديش عم تتوضح قديش صار هلا بس هلا فورا قبل ما تحطه بيكون وصل فورا الليستنج تبعه صحيح فكتير صحيح. كتير مهم طيب طيب هل ترى اكيد لازم تكون عملت هالتريدينج بهالاندستري اكيد تحسنت كتير أكيد. بالنسبه للي عم يبيع واللي عم بيشتري اكيد ساعدتنا كتير طبعا التكنولوجي طبعا هي اكيد لها محاسن ومساوئ. خلينا نتكلم هلا بشكل عام عن الايجابيات اللي صارت طبعا بالريل استيت ماركت بخلال ال 20 سنه. التكنولوجي طبعا ساعدتنا اول إشي انه نسهل عمليه نعمل ماركتينج للبروبرتي اللي احنا عارضينها للبيع. طبعا صار التكنولوجي شكل مباشر فاول ما يكون عندنا بروبرتي بعد طبعا طفره الام ال اس سيستم المالتيبل ليستنج سيرفيسز سيستم اللي عملوه قبل 20 سنه طبعا صرنا كل الايجنتس يحطوا الليستنجز على هذا السيستم وهذا السيستم كان بيعمل زي spreading لكل الليستينجز على كل الايجنتس فالايجنتس على الانترنت بيقدروا طبعا يشوفوا على طول الليستينجز هذه. طبعا هذه كانت طفره يعني حلوه كانت وساعدتنا كتير بالموضوع هذا. في شغلات تانية يعني مثلا صارت معي انا شخصيا يعني على ايامي انا اول ما بلشت بالريل استيت يعني ما كان في على ايامنا جي بي اس فكنت لما أطلع بدي أفرجي البيوت لزباين بدهم يشتريوا بيوت
كنت أحاول قبل ما أخذ الزبون أطلع أخذ لفة على البيوت اللي بدي أفرجي إياها حتى أعرف وين الشوارع وين المناطق قد ما بقدر. طبعا طبعا وقتك يتوزع بالغلط. طبعا 100%. فكنا معظم الوقت اللي عندنا كنا ندخره نستكشف المناطق ونعرف كيف الشوارع ونعرف كيف نوصل للبيت ومن الأمور هاي. فكنا تخيل جيري، يعني كنت أنا أبقى سايق السيارة والزبون يحدي ومناوله أحيانا الخريطة وهو فاتح الخريطة، تعرف الخريطة القديمة هذه، بيبقى فاتحها وبيبقى يقول لي اكسر يمين واكسر شمال، هو اللي عم بدلني كيف اوصل على تعطيه كوميشن. بعطيه كات كوميشن على شيء بس يعني بيتوضح لي انه كمان بهالتكنولوجي من الاشياء الايجابيه انه معش بحاجه لتقعد تبرم بالكتاب لتنقي بدي هالنوع من البيت هالنوع من البيت، لانه التكنولوجي هلا الجديده صار عندنا مجال انه تعمل فلترينج للنوع البيوت اللي بدك يلي بقدر انا اشتريها. يعني هذا السيستم طبعا هذا شيء جيد اللي ساعدنا فيه كتير، يعني فبتقدر تشيل البيوت اللي مثلا تو بدروم تخليها مثلا بس بدك اذا ثلاث غرف نوم او حمامين او فينش بيسمنت او من غير فينش بيسمنت او ارض مساحه معينه، طبعا بفلتر كبير وكتير ديتيلد، وبنقدر عن طريقه طبعا بالضبط نطلع البيوت اللي فعلا الزبون اللي هو بنسميها الويش ليست تبعت الزبون، يعني بكون الزبون نفسه بعدد معين من الغرف، مساحات معينة، بمناطق معينة، فبنقدر نطلع هاي البيوت بالشوارع هاي الفلانية. ففي كتير أكيد إفادات بالنسبة للتكنولوجيا الجديدة، وبدي أسألك هلا بعد شوية عن الأشياء اللي بتقدر تعملها الفيرتكس تيم بهالشي. بس قبل ما ننتقل لهالأشياء يلي فعلا أكيد بتفيد الشرة والبيع، صحيح. بدي أسألك عن الأشياء السيئة بالتكنولوجيا يلي ممكن تغدر السوق. والله شوف، التكنولوجيا طبعا إلها مساوئ أكيد. هلا شغلة من المساوئ اللي للأسف الاندستري بتعاني منها بالريل استيت إنه بطل فيه بيرسونال تاتش. يعني لما أحيانا بيبقى معايا أنا زبون وبدي أفرجيه بيوت، ففي يعني كتير من الايجنتس اللي بيعملوه إنه بحطوه بهالسيستم وبصيروا يبعتوا له عن قفو جنب زي ما بقولوا، ايش ما بيطلع في الماركت بصيروا يبعتوا له من غير ما يكون في كوميونيكيشن او اتصال يومي مع الزبون انه بعت لك الليستنج الفلانيه، عجبك البيت الفلاني، طب ليش ما عجبك البيت الفلاني، حتى يقدر يستوعب الايجنت ايش اللي بالضبط الزبون بده اياه وايش المتطلبات تبعته. طبعا واحدة من الشغلات اللي برضو ضرت الريل استيت انه اتاحت المجال للناس، هذا برأيي انا الشخصي طبعا، انه اتاحت الناس المجال للناس انه تقدر تبيع البيوت وتحطها على الماركت بالسيستم من غير استعمال الايجنت، من غير استعمال الاندستري. فبتلاقي واحد حط له شي ساين قدام باب داره وحط على شي ويب سايت بالانترنت وبتلاقيه عم بيحاول يبيع بيته من غير ما يكون عنده دراية او خلفية مسبقة عن الماركت وعن وضعية الماركت ووضعية البيوت اللي بالمنطقة، ومن غير ما يكون عنده دراية كافية عن القوانين لبيع البيت والقوانين لشراء البيت بشكل تاني اكيد. طبعا حكينا بالقبل عن الاشخاص يلي ما بتعرف، قلت حضرتك استاذ وضاح قصيد من فيرتكس تيم رويال بيج، انه الاشخاص يلي عم بتحط بيتها للبيع وما دارس السوق، اولا الغلط انه قديش بيضر نفسه اذا حطه غالي كتير 100% وضل على الماركت لفتره ورجع رخصه، بيحرق البيت لانه بيحرق البيت، واذا حطه رخيص طبعا اذا حطه رخيص خسر فلوس اكيد فلوس منه. فهيدي الاشياء يمكن حكينا بهالموضوع وقديش في بدي الخبير. بس الشغله السيئه يلي انا ممكن بشوفها من شيء من التكنولوجي هيدي انه يعني الصوره
ما بتعطي الصورة الحقيقية للبيت. مية مية. يعني الصورة هلا اذا بعت لي انت بتتكلم عن الفوتوغرافي عن الفوتوغرافي يعني اللي بتبعت لي هون يلي اذا عم بيجوني مثلا انا عامل اتفاقي اوكي انا بدي كل البنغلو ما تبعت لي رانش او تو ستوري او شيء بدي بنغلو بس وبدي ثلاث غرف نوم وبدي غرفي لمرتي لحال وغرفي لانا لحال صحيح. لا عاوز بالله استغفر الله لا لا من غير اوعك انت حتنام بالجراج اليوم استغفر الله الغاية انه قلت لك شو بدي وعم تبعت لي الصور هلا اذا الصوره شوي مش لانه مش كل واحد بياخد صور بروفيشنال او وهذا موضوع تاني هذا موضوع كتير مهم صحيح كتير لانه كتير للاسف مهم. انا يعني حتى احنا الايجنتس بننخدع بالصور على فكره فبيجينا زبون يعني احيانا بنطلع بالصور بنلاقي صور احيانا بتبين الغرفه اكبر من حجمها وبتحلي الغرفه او بتحلي البيت بشكل غير عن حقيقته فلما منروح بناخد الزبون ومنكون احنا كايجنس متحمسين للبيت ونفسنا نفرج البيت هذا للزبون فمنروح منفرج البيت وبننصدم بالحقيقة يعني احيانا بكون حتى بيوت مصورين صور قبل ما ينسكن البيت او قبل ما يتأجر البيت فبتلاقي المستأجر يعني مغير وضعية البيت كليا فبتلاقي الصور مستعملين الوايد لينز والوايد لينز طبعا 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 هلا وفي شغلة تانية عكسية لانه في ايجنتس للأسف بروحوا بصوروا البيوت بتلفوناتهم من غير استخدام بروفيشنال فوتوغرافر على اساس انه التكلفه وما التكلفه لانه they try to cut corners فبتلاقي الصور فعليا بكون البيت يعني انا احيانا بكون عارف بقول يا عمي هذا الموديل هذا البيت بجنن يا اخي ليش طالع هيك بالصور هيدي الاشياء السيئه بالتكنولوجي انا بلاقيها لانه ممكن تقفي بتكون انت عم بتقفي عن بيت 100% يلي هو اللي عم تضرب عليه هي بيتك بتقفي منه كله كرمال الصورة عدة مرات انا اقول للزبون واقول له يا عمي بدي اخذك افرجيك على البيت هذا فهو بكون مطلع علي على الانترنت فبقول له للزبون بقول له بدي افرجيك على البيت هذا بقول لي لا لا يا عمي هذا شفت صوره مش حلو بقول له يا عمي تراست مي انا اي نو ذا موديل بعرف الموديل وبعرف البيت هذا وانا شفته قبل هيك انسى الصور لاني انا بعرف البيت هذا كتير حلو وفعلا حيعجبك وفعلا الصور يعني احيانا كتير احيانا بتخدع للاسف طيب هون بيوصل دور الخبير الخبير المهم وهذا السبب نحن معك اليوم عم نحكي مع الخبير وعم نحكي مع الفيرتكس تيم ورويال اباج رح نسالك عن شو بيعمل وكيف بيستخدم المارن تكنولوجي الفيرتكس تيم من بعد ما ناخد فاصل ونرجع تابع برنامجنا مع الاستاذ وضاع حسين من رويال اباج ريالتي ذا فيرتكس تيم دوت كوم نتحدث اليوم مع خبير العقارات الاستاذ وضاع حسين من رويال اباج ريالتي ذا فيرتكس تيم دوت كوم في مثل عنا بيقول بدك تعمل ديل انت والشخص بدك تطلع بعيونه شوف عيونه برافو هيك. وتشوف لانه عيون بتخبر كل شيء برافو صحيح انا بتطلع بعيونك صحيح شو رايك عيونك بتخبرني انه عندك شيء بعد بدك تقول لي اياه اولا انه عن جد عم نحكي عن جد هلا بالعيون فعلا العيون بتعطي 100% بودي لانجويج عم نحكي عن التكنولوجي قديش التكنولوجي قبل ما تقول لي انتوا كفيرتكس تيم شو بتعملوا يعني اذا هالتكنولوجي كلها عم نستعملها ما بيعود فيها الاحساس الشخصي بالضبط 100% انسان وانسان 100% للاسف هذا طبعا نفتقده احنا كتير صرنا يعني انا لما بكون عارض بيت للبيع يعني مره واحده بلاقي بالايميل تبعي أفر يعني الايجنت لا بكون حاكي معي ولا بعرف مين هو زبونه ولا بعرف مين هو الايجنت اصلا بروح بفتح الايميل تبعي بلاقي أفر على بيت انا عارضه من غير اي مقدمات من غير اي يعني كوميونيكيشن بيني وبين الايجنت الثاني وهذا شيء طبعا جدا سيء لانه المفروض الايجنت قبل ما يبعت اوفر للطرف الثاني انه يحكي مع الطرف الثاني يحكي مع الايجنت يحكي مع السيلر يفهم انه اوكي انا بدي اعمل اوفر لك امتى بدك تاريخ التسليم قديش هم فلكسيبل بالسعر ليش بدهم يبيعوا ممكن يسأل أسئلة معينة ممكن يصير في كلام معين يعني سؤال صغير هلا لفت لي نظري لشيء لك يعني لأنه في قانون هون عندنا بمقاطعة أونتاريو طبعا ديسكلوجر لو ديسكلوجر طبعا يعني هيدا لازم واحد يقول فإذا هالايجنت بعت لك الأوفر بدون ما يسألك شيء
هلا اذا كان انا بيتي على خط صار فيه طوافين ماي لنقول مره او مرتين وصار فيه فلودينج, هذا ما بحطه بالليستنج تبعك, هذا ديسكلوجر مختلف, هذا هذا مش بس هذا مش بس اذا انت كريل استيت ايجنت سالتني هاف يو ايفر هاد فلودز, مجبور ساعتها جاوبك برافو برافو هيك جبتها صح 100%. فهذا هي عشان هيك البيرسونال تاتش اللي انا بتكلم عنها, يعني بتكلم انا مع الايجنت الثاني بساله انه ليش بدهم يبيعوا, امتى اخر مره اشتروا, يعني مثلا شو النيغوشيشن, في في شيء بتحب تخبرني عن البيت, في شيء يعني انا مثلا بقول له مثلا في ارض ملاحظها وراهم فاضيه, هذه لمين, هذه مبيوعه, ايش بده ينبنى عليها كذا, يعني الاسئله هذه كتير بتفيد, وبتلاقي انه الطرف الثاني كتير احيانا يعني 90% بتلاقي الطرف الثاني بتجاوب معك وبعطيك information ممكن تساعدك كتير وتهم زبونك بالقرار تبعه انه يقدر انه يعمل offer او ما يعمل, واذا بده يعمل offer باي سعر وشو نوع الconditions او الشروط اللي لازم يحطها بالoffer. الوقت كتير عبير, كنت بدي اسألك بعد سؤال قبل نروح لهديك. مثلا من الاشياء اللي بتحكي فيها مثلا one on one, بيت رائع جدا حلو حجر قديم كذا, حاطه انا للبيع listing تبعه للبيع, مش معاوز اقول شيء, بس اذا انا سالتك في له هيريتج ديزيجنيشن هالبيت؟ طبعا هذا كمان هذا مش محوز يحطوه بالليستنج, هذا احنا شوف هو اذا سأل لازم يتجاوب مزبوط اوكي, وبعدين اصلا وي هاف تو ديسكلوز ات اني ويز, في شوف في شغلات معينه وي هاف تو ديسكلوز اوكي, زي الهيريتج مثلا, زي اذا كان في جريمة قتل في البيت, زي مثلا إذا كان زرع مخدرات. مزروع مخدرات, زي مثلا إنه إذا كان في suspicion إنه البيت بعيد عن السمعين مسكون. تخيل في بيوت هنا على فكرة في ناس بتأمي بهالشي بالضبط, فيعني في شغلات أو مثلا يكون مثلا في بالكنتري سايد في ممكن يكون grandfather مدفون بالمزرعة أو بالأرض وراء, لأنه بالكنتري كتير بيعملوا هيك, حد لما حد يتوفى من العيلة بدفنوه بالباكيرد, يعني فالأمور تختلف. يعني الأمور بتختلف أكيد, فلازم يكون في ديسكلوجر بهذه الأمور. أما شغلة إنه والله مثلا الحمام ليكت أو شغلات زي هذه مو شرط يكون فيها ديسكلوجر, لأنه إذا تصلحت ما فيها مشاكل, حسب نوعية الديسكلوجر أكيد. أوكي طيب, لا نرجع للسؤال اللي كنت أسألك إياه وطولت أنا الحديث ولا يهمك, يلا ولا الاشياء شو اللي بتعمل الفيرتكس تيم لحتى توصل يعني الحسنات للزبون بقد ما يكون بالنسبه للتكنولوجي, بالنسبه للتكنولوجي كيف بتستعملوا تكنولوجي لتوصلوها لحسن الزبون؟ شوف احنا عندنا يعني بحكم اني انا عندي شهادات جامعيه من كارلتون يونيفرسيتي بالكمبيوتر ساينس وبالسوفت وير انجينيرنج, فانا عندي اطلاع قوي جدا على التكنولوجي, ودائما بعمل ابديت لحالي وبعمل ابديت للتيم عندي بالتكنولوجي, فدائما احنا سباقين بالامور هذه. فاحنا عندنا طبعا ابلكيشنز, موبايل ابلكيشنز ممكن الواحد يعملها داونلود, في عنا بنستعمل طبعا اكيد بالنسبه للبروفيشنال فوتوغرافر بنستعمل بروفيشنال فوتوغرافر بالليستنج, وبناخذ 3 فيرتشوال تور, واللي بيقدر الزبون من اكروس ذا اوشن يقدر يطلع على البيت ويشوف البيت من الالف للياء. وطبعا احنا كمان بنستعمل السوشيال ميديا بشكل قوي جدا, السوشيال ميديا كتير مهمة, في عنا اكسبوجر كتير قوي بالفيسبوك وبالتويتر وبكتير أنواع من السوشيال ميديا, وصدقني في عنا نسبة كتير مهمة, يعني يعني بنتكلم قريب 10% من البيوت بتنباع directly أو indirectly عن طريق السوشيال ميديا الماركتينج اللي احنا بنعمله, فهذا كتير شيء مهم. والانترنت اكسبوجر برضو كتير مهم, وطريقة انك تخلي السيرش انجنز انه تلقط هذا الليستينج, اول ما واحد يكتب مثلا هاوس فور سيل او يكتب مثلا كاندو فور سيل ان اوتاوا, او يكتب مثلا التا فيستا هوم فور سيل, كيف البيت اللي احنا عارضينه يظهر على الليستنج ويبين لهذا الزبون حتى نقدر نكسب هدول الانواع الشرف. فبتوسع كثير
الهيتس تبعهم 100%. طيب هلا اذا انا عم بيع كنباي، عم بيع بسكليت، عم بيع كذا، بيتهيالي انه السوشيال ميديا منيحه لانه ما عندي شيء اعطى الهمه، بس الشخص يلي عم يستعمل التكنولوجي تبعه ليحط بيته للبيع هو لحاله يعمل ارميت خالصه بجيبها باكيج خالصه مخلصه. مثل ما حكينا اليوم في اشياء كثير بده ينتبه لها، في قوانين لأنه طبعا بده ينتبه لها، ممكن انونيا يلحقوا 100%. انت بتتكلم عن البرايفت سيلز زي ما حكينا قبل شوي، زي ما حكينا قبل شوي في قوانين ممكن يتخطاها، فلازم الواحد ينتبه قبل ما يخطي خطوه زي هذه. طيب كل يوم في اشياء جديده، خبرنا شو في جديد بالفيرتكس تيم. والله احنا في دائما عندنا اشي جديد، يعني في احنا هلا في تو نيو ممبرز حلو انضافوا لعنا للتيم، ديفيد شيبمان وعندنا برضو مايك مسعد. مايك بيحكي عربي؟ مايك بيحكي عربي من عندكم لبناني. حلو. ف وديفيد شيبمان برضو بكره بيتعلم عربي، لا بس ما نعلم الكلمات العربيه بكره بنعلم. بس اجداد على التيم عندي الحمد لله، التيم عم بكبر وعندهم خبره كتير حلوه بالسيلز، وان شاء الله بالنسبه للليستنجز كمان اذا عندكم شيء جديد في عندنا اكيد النيو ليستنجز. في عندنا بيت اكبر من يعني قريب ال 5000 سكوير فيت على ايجلسون كناتا اريا بتسميه ايجلسون مانشن، معروض للبيع، وعنده ارض حوالي 2 ايكر، بيت كتير حلو. حلو بيت كتير حلو ستوبل كمان للاحصنه في ما انت بتمزح فيها في او لا عم بمزح انا بس لانه لا لا 2 ايكر انا بتخيل هيك ستوبل مع احصنه بجننه. في لا وفي ان لا سويت البيت وفي واقع بيسمنت فيني اعمل ان لا سويت كتير كتير حلو البيت كتير حلو عن جد ومبني 2013 بعد جديد. طيب شو وضع السوق باليمن؟ والله الماركت عم لسه عم بقوى، يعني الماركت فيه حركة قوية للبيع أو للشراء. هلأ بعد سيلرز ماركت هلأ يعني عشان بس الناس ما تفهمني غلط، في مناطق مش سيلرز ماركت، في مناطق بايرز ماركت أكيد، بس بشكل عام it's a sellers market لسه. فهلأ مش رح فينا ندبر لكم بيت، لازم يتصلوا فيك الفيرتكس تيم. أكيد أكيد احنا على العين والرأس دائما احنا حاضرين نساعد الناس. طيب رقمك الخاص؟ تلفوني 613-878-3041 613-878-3041. وطبعا اونلاين رويلا بيج thevertexteam.com vertexteam.com كتير كتير هيني فحلو. عب وضع حسين شكرا كتير لك اليوم، بسطت انا بالحلقة مش معناتها ما انبسط بهوديك اليوم، انبسطنا حكينا عن كتير مواضيع، حب الاشياء الجديدة بتنورني وتخلص، فكتير شكرا كتير لك حبيبي. تسلم، اهلا وسهلا فيك دائما. وهي خليكم معنا بعد تقريبا دقيقة او نص نكون مع نشرة الاخبار المحلية عشان ننسى